أعطي الكلمة الآن لممثل الجزائر. شكرا سيدي الرئيس، أتشرف بالإدلاء بهذا البيان بالنيابة عن مجموعة البلدان الأفريقية 3+1 في مجلس الأمن، وهي غويانا والموزمبيق وسيراليون وبلدي الجزائر. بادئ ذي بدء، نتوجه بالشكر إلى المملكة المتحدة على عقد هذه الجلسة الهامة، ونعرب عن خالص تقديرنا لوكيلة الأمين العام روزميري دي كارلو، كما نشكر المدير راجا سينغام من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على الإحاطتين. وقد استمعنا بكل اهتمام إلى السيدة نعمات أحمداي ونشكرها على إحاطتها. نرحب بمشاركة سعادة المندوب الدائم للسودان في هذه الجلسة. السيد الرئيس، إذ نتحدث اليوم يستمر الوضع في السودان في التدهور، ونشهد التداعيات الإنسانية الكارثية لهذا الوضع بالنسبة إلى المدنيين الأبرياء الذين يدفعون ثمنا باهظا لهذا النزاع الفتاك. كل يوم تستهدف النساء والفتيات ويستهدف الأطفال في إطار فظائع لا توصف، والحوادث الأخيرة في ولاية الجزيرة تشكل حلقة قاتمة في هذا المسلسل. ورغم خطورة الأوضاع في الميدان، عجز المجتمع الدولي عن إحداث أي تقدم في جهود السلام رغم الكثير من الدعوات والقرارات التي اتخذت. رغم ذلك، ما زلنا على أمل بأن المبادرات والاجتماعات التي يعقدها المبعوث الشخصي للأمين العام السيد رمطان العمامرة والاتحاد الأفريقي استناداً إلى عملية جدة ستؤتي ثمارها. في غضون ذلك، ينبغي أن تبقى حماية المدنيين أولويتنا، وفي هذا الصدد نود أن نشدد على ما يلي. 1- ندعو الأطراف إلى الاتفاق دون تأجيل على وقف لإطلاق النار، دون تأجيل، وذلك لتمهيد الطريق لعملية سياسية هادفة ولضمان حماية المدنيين في السودان. وقف إطلاق النار على المستوى المحلي أو الوطني يستوجب من الأطراف إرادة سياسية قوية، وهذه الإرادة يمكن أن تنشأ من خلال خطوات صغيرة ومبادرات لبناء الثقة. ومن ثم فإن عقد جولة ثانية من مباحثات غير مباشرة على غرار المباحثات التي جرت في يوليو في جنيف يمكن أن يشكل إطاراً ملائماً لبناء الثقة بين الأطراف. ثانياً، من الأهمية بمكان أن نمنح جهود السلام كل الفرص للنجاح، مع الأخذ في الاعتبار للديناميات والواقع في الميدان. أي جهد يبذله هذا المجلس لدعم حماية المدنيين سيحتاج إلى صون الجهود الحالية للسلام، كما ينبغي أن ننشئ زخماً ملائماً لإعادة الأطراف لطاولة المفاوضات. أي خطوات ينبغي أن تتخذ بكل حصافة
وبالتنسيق مع العمليات الجارية. ثالثاً، تستوجب حماية المدنيين في الظروف الحالية، تحسين الأوضاع الإنسانية. وإذ نحن نرحب بالتدابير التي اتخذتها حكومة السودان مؤخراً، ولا سيما القرار الذي اتخذ بالتشاور مع أطراف سودانية أخرى بتيسير العمليات الإنسانية الجوية عبر جنوب كردفان، نشدد على أهمية الإبقاء على هذه التدابير لضمان وصول المساعدة الدولية لكل من يحتاجون إليها من السكان المتأثرين، وندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة زيادة الدعم المقدم لخطة الاستجابة الإنسانية والجهود التي تبذلها حكومة السودان للاستجابة لهذا الوضع المروع في الميدان. المرافق والبنى التحتية الوطنية ولا سيما المنظومة الصحية التي تعمل بالكاد تواجه تحديات ضخمة، منها تفشي الكوليرا وحمى الضنك، وهناك زيادة في عدد النازحين ولا سيما بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة. رابعاً، ينبغي أن نشدد على المساءلة، وذلك لكي نواجه بمزيد من الفعالية انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وفي هذا الصدد ندعو قوات الدعم السريع إلى وقف الهجوم على الفاشر وعلى ولاية الجزيرة والتمسك بالقانون الإنساني الدولي واحترام مبادئ حقوق الإنسان. عدم الامتثال لأي مدونة سلوك من طرف هذه القوات أمر يبعث على بالغ القلق. ونغتنم هذه الفرصة لنكرر دعوتنا للأطراف الخارجية للامتناع عن تغذية هذا النزاع واحترام القانون الدولي، استمرار التدخل الأجنبي في النزاع السوداني من أهم العوامل التي أدت إلى إخفاق جهود السلام جميعا. السيد الرئيس، ختاما، من الضرورة بمكان أن ندعم جميع مبادرات السلام التي تنفذ بنية حسنة ووفقا للقانون الدولي على المستويين الإقليمي والدولي. ينبغي أن يبقى تنسيق هذه الجهود هدفنا المشترك مع صون الدور المركزي الذي يطلع به كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وندعو من جديد الأطراف السودانية إلى إعلاء مصلحة بلدهم فوق أي اعتبارات أخرى. وشكراً.